طيب طبعا انا بشكر كل الناس اللي معانا هنا متابعينا ويشوفوا وصفاتنا على طول، والناس طبعا اللي بتنورنا في اللايف. عايزه افكركم بحاجه مهمه جدا، الناس المنقبات اللي كانوا باعتين لي عايزين يشتركوا في المسابقه، ينفع طبعا تيجوا وتنورونا اشتركوا في المسابقه بتاعت بلان ايه، وحتى لو راجل ينفع يطلع معانا زي ما شفتوا الحلقه اللي هشام طلع فيها، او ست، او حتى لو بنت صغيره او ولد صغير بيعرف عنده وقت الطبخ يجي انا وصفه كده بس عادي مش مشكله، ده يشترك معانا وينورنا هنا. وطبعا بشكركم كلكم، واتمنى وصفه النهارده تعجبكم، ووصفه بكره هتبقى مختلفه جدا ومميزه علشان خاطر انتوا كنتوا طالبينها. ومن اول الاسبوع اللي جاي باذن الله لحد العيد هنعمل وصفات العيد كلها، كل بقى وصفات العيد. لو عايزين بقى وصفه معينه من وصفات العيد اقدروا تبعتولنا على رسائل الصفحه او على التعليقات او على تعليقات الفيديو ده. انا برد لكم بنفسي، معظم الناس برد عليها بنفسي، والتعليق لو في ايموشن ابقى انا اللي برد، ما تلاقوش في ايموشن يبقى مش انا. ماشي، هتلاقي تعليقات كتير انا برد عليها، وبطلع لكم لايفات، تعمل لكم لايف من شويه وانا في المطبخ التجهيزات جوه. ومن وقت التاني كده ان شاء الله انا ممكن ما اخليهاش يوم الجمعه، بس ممكن يوم الجمعه واظبط معاكم يوم تاني، اشوف بس المواعيد تتظبط كده، اظبط معاكم يوم تاني عشان نطلع لايف تاني عشان تبقوا شايفينها ومتابعينها. بصوا بقى يا جماعه، اللي بتفوتوا حلقه ما بيشوفهاش على التلفزيون يقدر يشوفها على قناه بلان ايه على اليوتيوب او على صفحه بلان ايه على الفيسبوك، قدامكم هنا وقدامكم هنا، عشان خاطر معظم الناس ما بتلحقش التلفزيون، وفي ناس ما بتعرفش تشوفها في التلفزيون، بتبقى اصلا بدري ما بتلحقش الاعاده، بتفتح من نص الحلقه. فانتوا هتلاقوها في صفحه بلان ايه على الفيسبوك او قناه بلان ايه على اليوتيوب. وطبعا عايزه اقول لكم كمان حاجه مهمه قوي، الوصفات لما بيجي لنا ضيف هنا بيجي يضيف هنا في بلان ايه بياخد جايزه معاه بعد ما بيخلص الوصفه. ففي ناس كتير زعلت ان هم ما بيعرفوش يجمعوا لايكات، فاحنا قررنا بقى نعمل ايه، ان احنا غيرنا المسابقه خالص، ممكن نجيب اتنين بعد كده بدل واحده يبقوا اتنين، وتبقى منافسه بين الاتنين يعملوا نفس الوصفه، واللي هتخلص اسرع ووصفتها احلى واجمل من الثانيه هي اللي هتاخد الجايزه، وهي اللي هتبقى فازت في مسابقه بلان ايه. ده لسه بنرتبها مع اداره القناه عشان نشوف الموضوع ده هنرتبه ازاي وهنعمله ازاي عشان خاطر يبقى مترتب صح وما نزعلش حد. لان طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله العدد كتير جدا في الصفحه، واحنا كل اسبوع بناخد واحد، مره من بلان ايه ومره من سفره هنيه، فعشان خاطر هيبقى على المدى البعيد، فاحنا موضوع الاثنين ده قلنا هنظبطه، وممكن نخليها مرتين في الاسبوع لسه برده بنظبط مع القناه، هنشوف يوم هنا ويوم هنا هنظبطها سوا بامر الله، عشان خاطر برده احنا ما ينفعش نزعلكم. انتوا طبعا جمهورنا اللي احنا بنحبكم وبنحب نشوف طلباتكم ايه، وعشان خاطر كده ان شاء الله اي عندكم اي راي احنا بنقبل النقد عادي جدا، يعني ما فيش مش بنعترض على النقد ابدا، بس النقد البناء اللي هو طب يا صدفه لو انت عملتي كذا يبقى كذا، ايه رايك يا صدفه تجربي كذا. لكن في فرق بين ان احنا ننتقد وصفه وان احنا نفرض راينا، لا احنا بنقبل النقد عادي جدا، ما فيش حد ما بيقبلش النقد، فدي حاجه عاديه جدا جدا. ونرد طبعا عليكم على معظم التعليقات، اما انا برد يا اما اللي ماسكين الصفحه بيردوا، بس في كل الاوقات لو احنا مثلا اتاخرنا عليكم في الرد او حاجه مثلا ضغط شغل علينا وباجي بعمل لكم بث مباشر بعد كده بقول لكم جمعوا اسئلتكم كلها، اللي عايز على اي حاجه، اللي عايز يبدل من وصفه لوصفه. وانا برده في الوصفات لما باجي بعملها بقول لكم على البدائل، زي النهارده لما عملنا العجه قلت لكم البديل بتاع الرز فريك او دقيق، زي اول امبارح لما عملنا البطاطس في الفرن اللي هو كانت يوم امبارح اللي هي كانت يوم الجمعه، البطاطس بالفراخ قلت لكم ممكن تحطوا اوراك، ممكن تحطوا اجنحه، ممكن تحطوا دبابيس او فراخ كامله. فبرضو انا الوقت للتاني كل حاجه بدايل هقول لكم وانا بطبخ، عشان خاطر يبقى انتوا عارفين، ما تلزموش نفسكم بحاجه معينه وانتوا مش عندكم، يبقى عندكم البديل على طول. وبرضو ان شاء الله هدخل لكم بقى الوصفات اللي بتبوظ منكم في البدايل، الرز اتعجن منك هتعملي ايه؟ الحاجات دي، البسكويت اتحرق منك، البسبوسه مثلا صحت منك الفرن، كل الحاجات دي هندخلها في شغل تاني عشان خاطر نقدر نستفيد من كل حاجه. وانا مبسوطه معاكم جدا، انا مواعيد حلقاتي في التلفزيون سبت وحد واثنين وثلاث من الساعه 12 للساعه 1 على قناه 10، التردد بتاعها 11430، بس هيتغير هيبقى 11442. لما يتغير يبقى بدل 30 يبقى 42، معدل الترميز 27500 حرف الفي. طبعا بشكركم جدا، والاعاده بتاعتها بتبقى تاني يوم الساعه 8 الصبح، تمام؟
بشكر كل الناس دلوقتي، وبشكركم كلكم جدا جدا. طبعا بشكركم على المكالمات اللي بتجيلي على الهوا، مبسوطة بيها جدا، وان شاء الله انتظروا كل يوم فيديو اقول لكم شويه حاجه كده ونتكلم مع بعض. المره الثانيه هعمل لكم بث مباشر نشوف الاسئله ونرد عليها. السلام عليكم.